النقاش السياسي في أرقام سلسلة الرتب والرواتب يدور كالسلحفات في الحلقة المفرغة. وزير المال علي حسن خليل أطلع هيئة التنسيق النقابية على نتيجة اجتماعه مع الرئيس فؤاد السنيورة بحضور الوزير وائل أبو فعور والنائب جورج عدوان. الاتفاق الوحيد هو بالعودة إلى متابعة النقاش مطلع الأسبوع المقبل، فيما التباعد مستمر حول الخيارات العامة. حريصين على استمرار الحوار، على استمرار النقاش. يجب أن تبت السلسلة، ما نبقى عم ندور بحلقة مفرغة إلى علاقة بمواقف كلياتنا صرنا نعرف بعضنا البعض فيها. خلا تعرف العالم ما بحاجة لكتير نقاش. مثل ما قلت الموضوع خيارات، بنا ولا ما بنا، هذا الأمر الذي يجب أن يحسم. وإذا حسمناه الرئيس نبيه بري جاهز ليدعو لجلسة نيابية خلال ساعات. سقف اللي عم ينطرح من خلاله بيناتهم هيئة التنسيق النقابية ضده، هذا سقف لا يضمن الحقوق. احنا منحمل الطبعة السياسية مسؤولية مصير 100,000 طالب، 100,000 طالب والأهالي وأهاليهم يوم الأربعاء نازلين معنا عند وزارة التربية، وهم منحذر من مغبة أخذ أي قرار إفادي أو ما يشبه الإفادي بحجة أنه بدنا نفوت الطلاب على الجامعات أو بدنا نسفرون. خلاصة المقترحات بشأن الدرجات وتخفيض وتقسيط السلسلة وضريبة 1% على التفئة اعتبرتها هيئة التنسيق عودة إلى النقطة الصفر. النقاش في ملف السلسلة حمله وزير المال إلى الرابيو وبحثه مع النائب العماد ميشيل عون بحضور وزير التربية لياس بوصعب. وفق بوصعب أن الاجتماع استمر ساعتين وكانت الآراء فيه متقاربة، وتبين من نتيجة التفاوض مع فريق 14 أذار أن ما يطرحونه هو نسف للسلسلة ولا حلحلة قريبة بشأنها في المدى القريب.